التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. وخلال اللقاء أكد سموهما أن المسيرة التنموية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات، ارتكازا على رؤية طموحة غايتها تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستويات جودة الخدمات المقدمة لهم. وشدد سموهما على أن الاهتمام بالمشروعات الخدمية والبنية التحتية والعمل من أجل تعزيز وتيرة الإنجاز فيها يشكل أولوية متكاملة في خطط التنمية التي تتبناها الحكومة، حرصا منها على تحقيق الراحة والطمأنينة للمواطنين. وأكد سموهما أهمية تعزيز الحفاظ على البيئة والموارد والثروات البحرية بما يكفل لها الاستدامة والنماء. واستعرض صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد مع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عددا من الموضوعات المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية، حيث أكد سموهما أن مملكة البحرين تدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة والعالم، إيمانا منها بأن التعاون البناء والإيجابي هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام والرخاء للبشرية.